سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية عمان داتا بارك. أنشأت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية CISA أداة مجانية لتحديد النشاط المشبوه الذي قد يكون له تداعيات ضارة قد تهدد المستخدمين والتطبيقات في بيئة مايكروسوفت أجر O365. تم تطوير هذه الأداة Sparrow.ps1 بهدف استخدامها من قبل فرق الاستجابة للحوادث، وهي تركز بشكل كبير على الأنشطة التي تتعلق بشكل خاص بالهجمات الأخيرة القائمة على المصادقة. قامت جوجل بتصحيح ثغرة في أداة التعليقات عبر خدماتها، والتي يمكن أن يستغلها المهاجم لسرقة لقطات شاشة لمستندات محرر مستندات جوجل الحساسة ببساطة عن طريق تضمينها في موقع ويب ضار. تم اكتشاف الخلل في 9 يوليو من قبل الباحث الأمني سيريرام كيل، وحصل على $3,133 و70 سنتا كجزء من برنامج جوجل لمكافأة الثغرات الأمنية. قامت مايكروسوفت بإصلاح ثغرة زيرو دي في يونيو 2020، لكن أداء الشركة كان سيئاً في إصلاحها، حيث أظهر باحثو الأمن من بروجكت زيرو التابع لجوجل أنه لا يزال بإمكان المهاجمين استغلال الثغرة على الرغم من التصحيح. وتشير تقارير إلى أن هناك إصلاح جديد لهذه الثغرة قيد التنفيذ، ويفترض أن تكون متاحة ضمن تصحيح يناير، وإلى أن ينتهي الأمر ستكون العديد من أجهزة ويندوز عرضة للخطر. سايبر سيكيورتي بارك، نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.